سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا الحادث 28 عون بمختلف الرتب، وهذا بحضور مدير ولائي للحماية المدنية لولاية ورقلة، وكذلك سيارتي إسعاف وشاحنتين إطفاء. أدى هذا الانفجار إلى وفاة ضحيتين، الضحية الأولى من جنس ذكر تبلغ من العمر 8 سنوات، والضحية الثانية من جنس أنثى تبلغ من العمر 5 سنوات، وأب الأسرة يبلغ 56 سنة به جروح مختلفة على مستوى أطراف الجسم، والأم 36 سنة في حالة صدمة، ثم نقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بورقلة.